بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سوف نرى اليوم نحلة عجيبة جدا تبني بيوتها في الجبال، تبني بيتها في هذا الجبل، تحفر نفق. لماذا تفعل ذلك؟ سوف ترون عجبا أيها الأحبة. والله إن الله يرزق هذه النحلة ويرزق هذه الكائنات بطريقة عجيبة جدا أحبتي في الله. هذا النوع من النحل أحبتي في الله نوع لا ينتج العسل. هذا النوع الذي ينتج العسل مختص بإنتاج العسل، لذلك يبني بيوت سداسية وينتج العسل. هذا مهمته تلقيح النباتات. لولا هذا النوع من النحل كثير من النباتات ستموت. مهمته أن ينتقل من زهرة إلى زهرة وبشكل كبير جدا ليجمع غذاء لأولاده. سبحان الله، انظروا أحبتي في الله، هذه هي النحلة العجيبة جدا. قام العلماء طبعا بعمل أنفاق صغيرة بشكل اصطناعي ووضعوا فيها كاميرات متطورة لمعرفة ما الذي يحدث. هذه النحلة أيها الأحبة لها تركيب عجيب. انظروا معي هنا إلى هذه البنية المذهلة، فكين قويين جدا فيهما أسنان لإمساك الطعام، لإمساك غبار الطلع، لأن غبار الطلع مادة مغذية جدا. هذه الشعيرات كلها وسائل حماية لها، وأجهزة استشعار تستشعر ما حولها. هذه الأعين أعين مركبة فيها مئات العدسات. الإنسان له عدسة هنا واحدة وعدسة هنا، هنا يوجد مئات في كل عين. والنحلة ترى بالتصوير البطيء، يعني ترى وهي تطير ترى الزهرة المناسبة لتحط عليها. سبحان الله، يعني سبحان المبدع طبعا أيها الأحبة. هذه النحلة أحبتي في الله لماذا تحفر هذه البيوت؟ طبعا هذا صنعه العلماء لاكتشاف ما الذي يحدث. انظروا أحبتي في الله، بعد أن تحدث النفق هي تضع الطين من الداخل، تضع فيه، انظروا هنا، تضع هذا الطين، تغلفه بالتراب والماء، طين كحماية لأبنائها الذين ستضعهم هنا بعد قليل. انظروا أيها الأحبة كيف تبني هذا الطين، أشبه بطيان، تغلف الجدران ثم تذهب لتجمع رحيق الأزهار، وهذه الزهرة البنفسجية التي تحبها تجمع أيضا غبار الطلع، الرحيق مع غبار الطلع. هذه الأزهار البنفسجية الجميلة، انظروا هنا كثرة الأشعار هذه، ما الذي تخدمه أيها الأحبة؟ لماذا كثرت هذه الأشعار؟ هي قلنا أجهزة استشعار ووسائل حماية، وهناك مهمة جدا، مهمة قوية جدا، هي أن هذه الأشعار تلتصق فيها حبوب الطلع، غبار الطلع يلتصق بها، وهي نويات التلقيح، فتنتقل من زهرة إلى زهرة إلى زهرة، فتأخذ من هذه تلتصق بجسدها ثم تفرغها في زهرة أخرى بسبب التلامس المستمر، وبالتالي تحدث عملية تلقيح الأزهار. انظروا، انظروا أيها الأحبة كيف سخرها الله لهذا العمل. بعد أن جمعت هذا الرحيق تضعه هنا أيها الأحبة، هذا هو رحيق الأزهار زائد غبار الطلع أو حبوب التلقيح، حبوب الطلع، تضعها على شكل كتل صغيرة. طيب لماذا تفعل ذلك؟ لأنها ستضع بيضة هنا، قبل أن تضع البيضة لابد أن تؤمن غذائها. سبحان الله، والله إن الجلد يقشعر من دقة هذه الصناعة الإلهية. من الذي علمها؟ من الذي هداها؟ من الذي برمج دماغها الصغير الذي بحجم رأس الدبوس على أن تقوم بهذا العمل؟ لا تلقي بيوضها هكذا، إنما بعد أن تصنع هذا الطعام تضع هنا بيضة. انظروا، وشكل البيضة مناسب لهذا، يعني ليست كروية إنما طويلة، لأن هناك يرقة ستخرج منها وستنمو بعد أيام طبعا. انظروا أيها الأحبة، هذه هي البيضة وضعتها، ثم
بنت هنا جدار عازل ثم وضعت بيضة أخرى مع غذائها، بيضة مع غذائها، كل بيضة تضعها بجانبها الغذاء الخاص بها. سبحان الله، جدار بيضة، جدار بيضة، جدار بيضة، تضع بحدود 7 بيضات، ثم تقفل هذا النفق، هذا البيت، تقفله بشكل جيد بالطين، انظروا أيها الأحبة، لحمايته من الحشرات، لأن هناك حشرات تدخل وتلتهم هذا الغذاء وتلتهم البيضات البيوض، لذلك ختمته بهذا الطين، وهذا هو صف من الغذاء والبيوض. كل بيضة لها غذاءها، سبحان الله. يعني والله أنا كلما شاهدت هذا الفيديو أتعجب من حكمة الخالق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يجب أن نستوعب هذه الآية جيدا أيها الأحبة، قبل أن نقول لماذا ندعو ولا يستجاب لنا. يجب أن ندرك هذه الحقائق، لأن الله قريب منا، لا يعجز أن يرزق إنسانا يقول لا إله إلا الله. انظروا أحبتي في الله، بعد أن وضعت هذه البيوض خرجت البيضة لتجد غذاءها. أليس هذا إله رحيم كريم؟ لم ينس حتى هذه البيضة، هذه اليرقة، في داخل الجبل، في داخل النفق، في الظلام، تخرج في الظلام، لا ترى شيئا، لا تستطيع أن تفعل شيء، ترى فقط أو تلمس هذا الغذاء فتتغذى عليه وتحمد الله سبحانه وتعالى، وتبقى أيام عديدة حتى تستهلك هذا الغذاء، ثم تتطور إلى نحلة، سبحان الله. وبعد ذلك هنا طبعا تبني نوع من تغزل نوعا من النسيج، ثم تخرج منه نحلة كاملة بأجهزتها، بأعينها المركبة، بكل ما يتطلبه أو تتطلبه الحياة لتستمر هذه النحلة. هذه النحلة أيها الأحبة خرجت الآن، الأم ماتت، الأم ماتت، خرجت لم ترى أمها ولم تعلم شيئا، خرجت الآن إلى الدنيا. ما الذي تفعله؟ مباشرة تتوجه إلى الحقول لتجمع الرحيق وتجمع غبار الطلع، ثم تعود فتحفر نفقا جديدا، ثم تمارس نفس عمل الأم بدقة، تمارس نفس عمل الأم بدقة. طيب من الذي هداها؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لذلك أنا أود أن أوجه رسالة لليائسين، لأولئك الذين يظنون أن الله ينساهم، أن الله ينساهم. هذا إله رحيم أخي الحبيب، لم ينس هذه الحشرة من فضله، لا ينسى إنسانا يقول يا رب، لا ينسى إنسانا يقول لا إله إلا الله. لذلك جدد ثقتك بالله وكن مع الله، والله سيرزقك كما يرزق هذه النحلة أو كما يرزق الطير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وآية أخرى، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.